بص، هي المشكلة الأزلية اللي دايما بتحصل معانا، نيجي نفتح المية والمية ضعيفة مثلا، فتبص تلاقي السخان مش بيشتغل معاك، المية ضعفانة معاك. قصتنا كلها يا فندم في هذا السويتش. السويتش ده هو المسؤول عن إن يخلي الإشعال يشتغل. الإشعال يشتغل معاك من خلال هذا السويتش. فانت بسكينه زي دي، لو الميه ضعيفه وخلاص كل الحلول معاك، مش سامع حتى الموتور وهو شغال مش ضعيف، سكينه زي دي كده وافتحه كده. تلاقيه يشتغل معاك. تمام؟ وبس، وتغلب بقى على حوار الميه الضعيفه ده، لان هي الميه مش قادره تزق هذا السويتش وتخليه يشتغل. نقفل تاني كده. نفتح اهو، مش عايز يشتغل برضه. فحضرتك اهو كده، مفيش حل غير كده بصراحة. عشان تقدر تتكيف مع هذا السخان اللي انا ما بعملش ريكومنديشن لاي سخان غاز اصلا في الدنيا بسبب الحوار ده. سخان الكهرباء بصراحة يعني ليه عيوب برضه، بس ده يعني انت دلوقتي فاتح السخان ده كده باستمرار علشان لما المايه تكون ضعيفه تولع، لان احيانا الموتور كمان بضغط المايه بيبقى ضعيف اصلا من الشبكه، فمش عارف تولع السخان. فحاطط السكينه دي جنب السخان باستمرار بس انا اقدر اولعه. بس جزاكم الله كل خير.